احنا اليوم في خضم هذه المسيرة المسيرة السلمية لتبيان حالة الغضب الجماهيري اللي نشوفه في ولاية ميشيغان. واليوم نلتقي بأبونا قس أمير من كنيسة المشرق الأشورية سيرين تشيرش اوف ذا ايست. ممكن أبونا تعطينا وجهة نظرك أو كيف تلقيت نبأ هذا الحادث الأليم وشنو مشاعرك تجاه هذا الألم؟ بصراحة بكل أسى وبكل حزن سمعنا هذا الخبر الأليم اللي 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 هو كارثة حقا يعني بالنسبة كشعب مسيحي. ناس بالكنيسة دي يطلبون السلام لبلد السلام, وشيء اللي حدث يعني بصراحة شيء يعني ما يقدر واحد يتحمل يعني شيء اللي حدث. لذلك احنا نطلب من الرب انه يمنحنا القوه, يمنحنا الصبر, يمنحنا ان يعزي ابناء شعبنا في العراق. وفعلا كما يقول الرب في يوحنا اصحاح 16 في السطر الثاني, سوف يخرجونكم من مجامعكم, بل كل من يقتلوكم فهو يعمل خدمه للرب. هذا هو قول الرب, والان يحصل هذا ونحن صابرون مع الرب والايمان يقوينا, ونطلب الرحمة ونطلب الأمان لشعبنا من الحكومة العراقية ومن الجهات المختصة, لأننا شعب نحمل رسالة لسارة ربنا يسوع المسيح التي هي السلام ومن أجل السلام. وشكرا. ربي يبارك بك أبونا وشكرا جزيلا. على أعزائي المشاهدين معنا الأخ الصحفي أمير أدم أمير الدرها, يقدر يعبر لنا عن مشاعره من خلال تلقي خبر هذه الفاجعة, هذه المأساة اللي حثت في كنيسة النجاة في بغداد. تفضل. حقيقة ليست مأساة وإنما هي مذبحة جديدة في العراق, كانت يوم 31 الماضي. هذه المذبحة يجب أن تكون نقطة فصل في المشكلة العراقية وخصوصا المسيحيين في العراق. المسيحيين في العراق ليس لهم جيش كما للشيعة وكما للسنة وكما للأكراد. المسيحي العراقي إنسان مؤمن في دينه ووطنه بعيدا عن السلاح والتبعيات السياسية. ولكن أنا كأمريكي صوتي أضمه مع أصوات هذه المظاهرة. إننا نطالب بالمسؤولية للحكومة العراقية بما حدث, لأنها ذهبت أن تساعد العراقيين, ولكن برأيي أنها لم تخطط لقتلهم ولكن ساعدت بقتلهم واحدا واحدا كالخراف. هذا أولا. والشيء الثاني, أنا ألوم الحكومة الأمريكية وهيئة الأمم المتحدة, وألوم أيضا الاتحاد الأوروبي. هذه الدول ساعدت على ضرب العراق واجتياح العراق وحمل المسؤولية في تحرير العراق. لماذا هذه الدول تتقاعس من مساعدة هذه المسيحية العراقية التي لها مشاكل, التي أكثر المسيحيين لاجئين في الأردن وسوريا وقصصهم المأساوية, والكل العالم يعرف ماذا يحدث لهؤلاء الذين لهم أخلاق, كان لهم أخلاق وكان لهم تاريخ في العراق, تاريخ في الثقافة وتاريخ في الأعمال وتاريخ في المستقبل. هؤلاء اليوم ليس لهم أي شيء يساعدهم للعيش, أنهم يطرقون أبواب المساعدة هنا وهناك. إننا نهيب بالأمم المتحدة والولايات المتحدة
أن يساعدوا العراقيين خصوصا العراقيين. لماذا؟ لأن ليس لنا جيش ولا عندنا مساعدين. شكراً.